باقي دقيقتين ترى شباب، اذا انتهى الوقت دقيقتين لا تجيبوا لي الطبخات، عرفتوا؟ واذا ما في نظافه الصندوق الاسود، الصندوق ينتظركم. انا علمتكم يعني قدموا طبقاتكم بسرعه بسرعه، نظفوا باقي دقيقتين. تكفى اذا انتهى الوقت. الرز الحب اذا انتهى الوقت. امه مخ حاطه في الرز، هو يقول الرز الحاله عزوز حط الرز هنا، احنا المفروض نحط الباميه هنا. شوف لنا صحن ثاني، شوف لنا صحن ثاني. ما في صحن الا صحن واحد. عبد الرحمن خشمان طلعه على تويتر، حط نقاط عبد الرحمن خشمان. والله كيف يعني؟ صحن واحد. كيف نحط نقاط عبد الرحمن خشمان؟ اي والله. طيب نبي نشوف الهاشتاج، المخرج يقول خذ من الهاشتاج. مخرج معي بيض الله وجهك. المخرج شباب شباب، المخرج يقول خذ من الهاشتاج. هاشتاج معلق. يقول خذ من الهاشتاج، عاد انا نشوف اذا اشتغل ان شاء الله انه يشتغل معنا يا مخرج. شوف والله بعد ان شاء الله انك معي تكفى. حطه كامل كذا. شوف ما طلع. شيل كامل كذا. الهاشتاج هذا هو. ولا نحطه فوقه. سكريبت. والله ساير هذا الهاشتاج. ساير والله ورب الكعبه اني يعني اعاني بالنسبه للهاشتاج وبالنسبه للموضوع هذا. يعني زين انه زبط معنا في سؤال اليوم. قدرنا نعطي الدرجات قدامكم. حقيقه قدامكم. اتصالاتكم تهمني لكن ما ودي اتفشل مع احد صراحه. الو وطي الصوت عندك، الو ما اسمعك، الو ارفع الصوت. انا برضو ما هي بزينه لي اني اقصر وافتح وارفع من هالكلام. اعطينا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. باقي 30 ثانيه، الطبخات كلها على 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 على, على الكنبه هناك. بسرعه يا شباب، باقي 30 ثانيه. يلا يا شباب، النظافه عندي، المطبخ نظيف. مسرعه مسرعه، قد اعذر من انذر. نظامكم يلا يلا يلا، اعطوني دقات القلب، اعطوني دقات القلب بسرعه. شد عليهم يا مخرج. النظافه الطبخ النظافه. بسم الله مخرج. باقي باقي كم باقي؟ ثانيتين. كم باقي؟ ثانيه. خلاص خلص بسرعه. مخرج انت معي؟ مخرج انت معي؟ تعالي هنا تعالي هنا. طبعا هذه حقة عبد العزيز الاسلمي وحاتم، ما تم تنظيفها. واحد هنا، اثنين طبخة الشباب مثل ما تشوفون. هذه اثنين يعني زيهم زي النظافة، لأنه بقى بس اللي تحت بقى كذا، بقى شيء بسيط عشان برضو المخرج ياخذ معنا. شوف يا مخرج خذ معنا على اساس انه الحين يقول لا مليان مدري ويش، حرام انكم ما ادري، حرام يموتون كلهم الحين. انا عرفت لكم خلاص، تعبت منكم. هذا باقي شوي وللاسف ما نظفوه الشباب. طيب خلوكم معنا شوي، يعني هنا نظافة متساويين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب راضيين اليوم على درجاتكم ولا لا؟ أحد عنده اعتراض؟ قبل النظافة متساويين. كيف متساويين؟ متساويين بالنتائج هناك. احنا منظفين هم باقي. خلاص استريح. هم باقي هم باقي، نظامك كذا. هم باقي هم باقي. طيب احنا منظفين صدق. انت تترك عيون طال عمرك وتشوف. انا لي عيون خطا عندهم خطا عندك. خلاص بس بس. هذا اللي يذكر بالواجب. طيب نظامك صدق هم هم اي هم هم. كيف يقارني فيكم؟ الهاشتاج لازم فيكم زي رجوا يدنا ما ادري مثلك مثلنا. لكن هنا احنا شايلين كذا ارتفاع كذا. مخرج معي تكفى؟ في فرق صح ولا لا؟ قدر ما قصرت انت حاضر في المجرى، انا من مخلي على فاله. شو السالفه؟ معي بالهاشتاج؟ المخرج قال اسحب ثلاث بس انا بسحب اربعه. طلع عندي واحد اسمه عبد العزيز الاسلمي. طيب نبي نشوف
الهاشتاج محاولة أخيرة صراحة. قرب يا مخرج تكفى يرحم والديك، عطني الكاميرا اللي هنا، عطني الكاميرا اللي هنا عشان إني برضو يعني ما ندخل بنوايا يخطي علينا بعد. يلا هنا وين أنت هنا؟ أنا وراك. من هو ذا؟ ما راح يجيب لي. لفت ورجعت. شكله يدايخ. يداور ويرجع. خالد الروقي 200 نقطة. هذا من الهاشتاج طبعا، غير ال 200 اللي اخذتوها، ترى ما في الا كب درجات الحين من اليوم الى نهايه البرنامج، خلاص كب درجات من الهاشتاج ومن دي 200 والله، و1000 عند الدخول قبل 4:30. اتفقنا علشان الكل يتحمس. طيب اللي تحت التغريده ايش اخذناها؟ اخذنا اللي تحت التغريده هذه كلها، كلها تحت التغريده. وخر يدي، يلا وخرت يدي، خذ لك لقطات هنا. طبعا يسار طبختنا ويمين طبختهم. انا ما ادري، انا ما ادري من طبخاته ولا ودي ادري. نبي الرز واحد صح؟ اي الرز واحد. الرز واحد ما هو بداخل التقييم، انا ابي ادخل بالتقييم الباميه ولا ابد. والله الله الرز ادري توصل يعني. خالد بيسويه بدون ما يغسل ابشر. طيب بسم الله. خالد روقي اخذت 200 ها؟ ايه خلاص. طيب بشوف الهاشتاج مره ثانيه ولا خلوه بعد التقييم؟ بعد التقييم شوف بنبحث احنا وان شاء الله يحدثون. الاحدث مخرج خذلك من تحت. عادل المطيري ها؟ كم؟ حسبي كم هنا؟ ثانيتين قبل ثانيتين عادل المطيري. وانا قبله بثانيه بعد. عادل المطيري. وهذا عبد العزيز الاسلمي. الف ربعمية هاني. اي 1400 كل واحد على 6200 1200 وانت وراي يا نعمة الله. اوب 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 طبخة ترى هاي طبختهم. شو كيف الاستواء؟ استواء والله زين. هي ما تدري مستوية ولا متعذبة ولا. طيب اها بسم الله. هاي تنقطع. اي لا الامور زينه انا والله يا مخرج خايف ان اتسمم حقيقه يعني. لا لا ما ابد ما جاك عندنا. اشتنا سلك النار. لا والله بس بذوق المرق بتاكد لان الباميه هنا ما ادري. بجيها 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 على خفيف لا تتكلم. جرب ماله. يا ساتر. يا الله روعه. تسمحوا لي طلعت زي. طيب مخرج حاول تطلع برا يعني شوف لك حاله. ترى الدجاج مستوي انت بس اعدله صحة صح الله يسهلنا مستوي ها تعال يا انا اجيب لك ملعقه خالد ابشر ما في ملعقه كلها شوك جيب لك اي شيء مغراف يلا يلا ترى الدجاج مستوي والله يا يا اخي لا تحس ما رجع شيء ما يبي لا لا احنا ما يخالف يا اخوك احنا اهم شيء عندنا شمع قبل انا بدي تشيك عليه يمزح على الرجال ان شاء الله مو فوز والله العظيم انها حلوه انت انت تشعل المكس خذوك حقتنا فنان يا بفوز بفوز ان شاء الله كلنا طيب حلو صح؟ فخمة صلوا على النبي حق عادل خذ صحنك عبد العزيز خذ صحنك يلا قدامي كولوا كولوا الان كولوا كولوا مصحونكم كولوا كل من الباميه بسرعه
يلا بسرعه 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 بسرعه، ابغاك تاكل من الباميه ومن الدجاج. امسك الباميه والدجاج بسرعه، حطوا لي الكاميرا عليهم بسرعه، حطوا لي الكاميرا عليهم شباب، خلصوا بسرعه، كلوا من الباميه وكلوا من الدجاج. اعجلوا مخرج، افهات على وجيههم بسرعه. لعبتك يا مخرج، كلوا الدجاج. الدجاج حلو، كل الدجاج، الدجاج ممتاز، كل الدجاج، كله كله كل الدجاج. انت وش تسوي يا خالد؟ وش ذا اليد؟ يجي الطعم اذا اكلت بيد. نزل شوف اليد كيف، والله حقتنا حلوه. طيب كل الدجاج يا قلبي. كليت والله حقتها حلوه بعد. افتح افتح اكل الدجاج يلا. لا 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 كمل كمل. يلا 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 يلا. انتم الان بتقيمون نفسكم بنفسكم، انتم الحكم. الدجاج عندنا ممتاز والله. يلا تعال 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 شوف. كل الدجاج، افتح الدجاج، افتحوا الدجاج، افتحوه. يلا يلا ما عليك، واثق الخطه يمشي ملك. يلا يا خالد، والله فخمه. يلا يا طويل العمر عدوني. يلا حبايبي يلا ما في وقت، يلا خلاص خلونا بيد المغرب. يلا والله حقتنا فنانه. يلا عادل، طب عادل بلش دقيقه قلت يا رجال. ها عادل كيف؟ عشان شفت يا قلبي رجال عندنا مطعم صح؟ لا لا شفت. لا لا طياره 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 طياره. اكلت الله يخليك، ما اكتب اكلت اكلت. ها ايش رايك؟ طيب يلا عادل يا قول يا ولد. ها هذا الدجاج. طيب عندي حل، انتم راضين كلكم بدجاجكم؟ اي والله. انت راضي بدجاجك يا امانه؟ والله اني راضي. انت راضي بدجاجك مره؟ اي والله بالامانه. اي لا اي والله انا راضي. راضي متاكد؟ وانت راضي؟ اي والله. بنكهتك كلها الحمد لله. طيب الحل كالتالي، تخلصون صحونكم، اللي خلص صحونه كامله بيأذن خالد، اللي خلص صحونه كامله بدون اي كب بدون اي شيء بدون اي حاجه ياخذ ال 2000 نقطه. طيب اسمعني اسمعني، بس واجد احنا 2000 نقطه. طيب اسمعني، احنا بناكل عادي بس احنا ما نخادم، احنا باكلين ذكر الرز والله واجد. بتخلصون حطوا فوق الرز وكولوا باميتكم، خلصوها 2000 نقطه معكم، 2000 نقطه بسرعه. يلا 2000 نقطه ذي مخرج كل احنا عليهم، اخذ عليهم. اللي يبغى ال 2000 نقطه ياكل، اللي ما ياكل اكله، اللي ما ياكل اكله وين يروح يا شباب؟ اللي ما ياكل اكله وين يروح؟ الصندوق الاسود. الصندوق الاسود يا حلاي هبه مخرج. اذا ما اكلوا اكلهم كله تمام، ولا شربوا شروا اكلهم كله، كلهم في الصندوق. بجيبك بجيبك زين، كلكم تصيرون في الصندوق الاسود اذا ما خلصتوا اكلكم. المخرج الكاميرا لا تطلع عنهم، اي تحركات اي كب اي 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 تراها تحسب عليهم، كلهم بالصندوق. طبخاتهم مره جميله حلوه، لكن عاد انا ابي انصف باني خلاص فوز اثنين، اول واحد يخلص برضه عشان ما يكب الاكل، لان اكلهم مزبوط. يا ولد فوزنا اثنين. لا انا اسمع، انا 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 ودي والله ودي صراحه كلكم تفوزون، لكن الاكل اذا اكلتوه كله كذا بيكون معنا يعني خلاص. الدجاج احنا ترى خلصنا، ما ابغى دجاج بس يا قلبي، ابغى الرز. الرز واجد ساير ساير ساير، ترى انا وزني 52 والله واجد، قبل 49 ترى توني وصلت 51 52 يعني، لا تحرجني حبيبي. والله الرز واجد مره ما اكل انا. اما طبختنا والله نبنا كله يا قلبي، يعطيك العافيه. حط للشباب يلا 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 بسرعه. كم باقي على الاذان يا مخرج؟ كم باقي على الاذان؟ اذن؟ اذن؟ لا لا دقيقة، أذن لا تروح، أذن أذن. يا ولد قمت تدري وناسة. يا زين حرام ويا زين طاري حرام. قمت قمت قمت. طيب أذن أذن أول ولا باقي؟ صاير في واحد بعد باقي دقيقتين ويأذن. طيب أنا اللي بربع على أذان اليوم، يلا بسرعة اكفخهم بسرعة خلصوني يلا. الحين ركبي انا الليلة معزوم يعني، عجلوا علي يا عيال. كيف انا عصبي؟ ابدل في الهنجر بدل هنا. ساير والله انك دائما انت معزوم ما شاء الله عليك. تعرف خالد دائما انت معزوم، كل ما جيت انت معزوم، كل ما جيت انت معزوم. الله يجبر خاطرك الحمد لله. بس تستاهل والله. اي اللي بوجهي قدامي على طول. يلا اذا حضر الاذان بلغوني بس. شباب خلصوا لي الاكل الله يخليكم كل بالله حلوه صح امانه.
يلا على بال ما خلص الأذان، بعد الأذان تمام نعلن لكم الفائز. ولو إنه إنه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تمام صح؟ طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب اللهم رب الدعوة التامة الله يجزاك خير يا سعيد يجزاك خير يا برهان اكتب أجرك وياكم جميعا ها احنا الدجاج خلصنا الدجاج خلصنا بس ارز والله واجد انت عليك من التقييم اللي فوق طيب هم شوف شوف مرقاتهم الباقي ما خلصوا شيء رز واجد طيب بيض الله يجيكم الف مليون مليون تريليون مبروك لجميع الفريقين الله الف الف تستاهلون يا شباب الله اكبر عيش ساير عيش ساير بس الاكل اكلوه يعني الاكل اكلتوه ولا لا اي والله قدامكم مخرج خذ لهم كلوز اكل يعني يستاهلون كلهم فالهم التوفيق لكن شدوا حيلكم وشباب بكره بدال عبد العزيز الاسلمي خالد عبيد وبدال حاتم الحربي زايد لا زايد 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 اللي ما طلع اسمه في القرعه عندي بداله يا حبيب قلبي قل الله في واحد ان المعده شوق هي اللي قالت فاضبطوا نفسكم وعلموا اخوياكم اللي بيدخل بكره قبل 4:30 بياخذ 1000 نقطه أخي ساير كل واحد 500 صلوا على النبي لا لا 1000 500 يعني كل واحد 500 إيه هي 2000 500 بلغوا أخوياكم إنه اللي بيدخل تكفون لا تنسون اللي بيدخل قبل 4:30 له 1000 له كم 1000 والسحب بيكون مرتين في الهاشتاج إذا ضبط الهاشتاج وفي التغريدات في الكومنت عند حساب القناة يعني السحب كم مرتين النقاط اللي هي بال 400 في الان احنا في نهايه البرنامج الدرجات كذا كذا نعطي ليه على اساس انكم تشدون حيلكم اكثر ولا غلطان يا شباب لا تكلم صح يلا فكونا من الازعاج وفكونا من المشاكل اللي تكفون الاربعه اللي انتم قدامي الان كلكم بالمصلى توضوا على المسجد يلا ختاما جمهورنا العزيز نلتقيكم ان شاء الله على خير غدا باذن الله في حلقه جديده حلقه جميله حلقه خفيفه لطيفه تستمتعون ان شاء الله فيها وباذن الله ان شاء الله نكون عند يعني حسن ظنكم ونتمنى اذا اخطانا فالمعذره منكم والسموحه وان اصبنا فالخير قادم باذن الله والنجاح حليف الشباب جميعا يلا فكم فك فك هذا فك فك وصلوا بالمسجد على طول مع السلامة صفقة صفقة شباب مع السلامة لا تصفقوا صلاة مغرب صلاة مغرب توضوا بس السلامة
أما اليوم أفضل مطبخ يمر علي من واحد تونا سنة خلصنا بسرعة قبل الوقت والأمور طيبة خذ لك 1000 نقطة والله العظيم كل شيء 1009 نقاط أمور وناسة سعة خاطر يا أخي الحب الله يديمها من النعمة حفظها من الزواء 1100 قول لك اليوم وناسة يا مطبخ خفيف على المعدة مخرج تبي